تنسيق الزهور في هذا الصباح مع وعود، ونذهب إلى نابلس نتعرف على هذه الفقرة وتنسيق الزهور. صباح الخير مشاهدينا الكرام، صباح الورد والفل والياسمين وكل أنواع الورود بعطرها وعبقها. احنا متواجد اليوم في مكان مليء بالأزهار لرنا طوقان منسقة الورود التي تمتهن فن تنسيق الورود الطبيعية والصناعية بطريقة عصرية جميلة وجذابة. فن تنسيق الورود فن عالمي يتطلب ذوقا فنيا، ويتطلب أيضا الجمع بين الورود بأنواعها المختلفة وبطريقة متناسقة. نتعرف في هذا الصباح على السيدة رنا طوقان منسقة الورود في نابلس. يسعد صباحك، صباح الورد. يسعد صباحك وصباح الجميع، أهلا وسهلا. نتعرف أكثر على مجالك وعلى فن تنسيق الورود. أنا اسمي رنا طوقان، درست فنون جميلة وهذا بعتبره نوع من الفنون، فحبيت كتير مجال تنسيق الزهور وفكرت كتير وقررت أني أنا أفتح هذا المجال، هذا الشغل، والحمد لله نجحت فيه. اليوم شو راح نشتغل؟ بدي أعمل هذا الأوار قدامكم إن شاء الله، بدي أحاول أنسق أوار طبيعي. هلا حطيت التراب، بدي احاول هلا انسق الاشكال اللي انت شايفتيها قدام اللي هي الاشكال المختلفه من الصبار، احاول اوزعها بطريقه تكون مريحه للعين وبطريقه جميله. خلينا نبلش وتشوفوا كيف. بدي اوزعهم بطريقه تكون حلوه ومرتبه ان شاء الله. يعني احنا شايفين صبار ملون بحد ذاته لوحه فنيه وجماليه. بالضبط، انا لما بشتري الاشياء بحاول اشتري الاشياء اللي فيها فن، مش الاشياء التقليديه الموجوده بالسوق. بتقومي بتنسيق الورود الطبيعية والصناعية، مش بس طبيعي أيضا صناعي، شو الأسهل برأيك والأجمل؟ بالناحية الأسهل أكيد الصناعي، الصناعي بيجي أسهل من الطبيعي، الطبيعي بده عناية، بده طريقة في الزراعة كمان بيختلف عن الصناعي، حتى لما أنا بركبها زي ما أنت شايفة ما بثبت عليها نفسها لحد ما ترتاح عيني وأحس إن أنا اللي بعمله صح. المرحلة اللي بتيجي بعد، احنا شفنا ايضا بتقومي بتزيين النباتات اللي بتشتغليها بطريقة رائعة. الزينة بحاول انا انوع كل مرة حتى ما اكون تقليدية بزينتي، بحاول اني انا اشكل، بجيب اكسسوارات مختلفة، كيف الاحجار كمان مختلفة، ممكن انا اعمل كأنك انت حاطة كأنك قاعدة بجنينة، بوزعها بطريقة برسمها رسم. كيف بتشوفي إقبال المواطنين الأهالي على استخدام الورود كأساس في ديكورهم المنزلي؟ في كتير الناس بتحب هذا النوع من الفن وكتير في بيقدروه، بس في اختلاف، كيف في ناس بتآمن بالصناعي ناس بتآمن بالطبيعي، بس لا شك إنه الطبيعي فيه تميز. إني أنا لما إنسان بده يشتري شغلة، إني أنا دايماً بقولهم أنا عندي استعداد إني أنا أجي أشوف زاوية البيت إيش بتحتاج هاي الزاوية عشان نحدد إيش بناسبها، لأنه عين الفنان بتختلف عن عين الإنسان العادي. ممكن أنا أساعدها بإنه هي تكون عندها فكرة، أنا أعطيها فكرة أفضل للمكان اللي هي بدها تحط فيه. عدا عن إنه التنسيق، تنسيق الورود فن بتمارسي فيه موهبتك، هو أيضاً مصدر رزق. هلأ كفائدة كبيرة، ما بنقدر نقول فائدة كبيرة لأني أنا مبتدئة، بس الحمد لله في إقبال، في ناس، الناس اللي بالذات اللي بتهتم بهذا العالم، في بيجيني تواصي، يعني بجهز لهم تواصي بتكون خاصة. في ناس مثلا بدهم ياخذوا هدايا، بقول لك في ناس بتحبش الطبيعة بتقول لك هدية، أنا بحب تكون ذكرى، بنسق لها أوار فخم مميز، طبعا برضه بتبع للأسعار، إيش بحب الزبون أنا جاهزة، كله بتكيف حسب إيش المناسبة حسب السعر. وطبعا الورد الطبيعي سعره غير والورد الصناعي غير، حتى الطبيعي نفسه في تنوع في الأسعار، يعني حسب إيش الخامات اللي بدي أستخدمها. تنصح المشاهدين بالورد الطبيعي أو الصناعي لمنازلهم؟ كل حسب البيوت، يعني في بيوت بتتحمل الطبيعي في بيوت ما بتتحمله. هلأ ونصائحي أنا بالنسبة للزريعة الطبيعية إنه دائما الإنسان يتبع هاي الأمور من الناحية الصحية، يعني لازم يكون يتبع إنه في تهوية سليمة، في إطلالة للشمس حتى لو كانت هي بالفيم. فعلا بدنا نصائح للمشاهدين اللي بيستخدموا الورود الطبيعية تحديدا في منازلهم، إيش بتنصحيهم؟ بتفكر الناس إنه لما بتسقي الزريعة وهي بترش المية على الورقة بتفكر إنها هي بتعطي صحة وبتعطي جمال للنبتة، بس هو غلط، هذا أكبر غلط بيعملوه بحق الزريعة. الزريعة لما بتيجي المية على الورقة نفسها هي بتموت، هي اللي بتموت الزريعة. كمان تسقية الزريعة هي مش إشي محدد بتوقيت، يعني مش والله كل أسبوع أو كل يومين، لا، لازم نعتمد على إحساسنا، لازم تحس التربة. التربة كل ما حسيناها إنها هي بدها مية بنعطيها، حسيناها إنها هي رطبة ما بنعطيها.
وكما يقال وراء كل رجل عظيم امرأة، أيضا وراء كل امرأة ناجحة رجل داعم لموهبتها ومؤمن بدور المرأة العظيم في مجتمعنا. نتعرف أيضا في هذا الصباح على السيد إبراهيم خصوان زوج رنا توقان. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. أنت كنت داعما لزوجتك ولموهبتها، في الحقيقة نفخر بأمثالك ممن يقدرون ويحترمون دور المرأة. تحدثنا بالبداية، لماذا دعمت زوجتك وكنت سند أول لها؟ دور المرأة كتير مهم في المجتمع، تمكين المرأة من أشياء مهمة في المجتمع. المرأة هي أكثر من نصف المجتمع. رنا إنسانة موهوبة وما شاء الله عنها، مش بس في موضوع الديكورات، في موضوع في أي شيء أنا بستشيرها باخذ رأيها، يعني رأيها مهم بالنسبة لنا، تمكينها إشي مهم بالنسبة لنا. نعم، شكرا جزيلا لك. يسعد صباحك. في النهاية وقبل الختام تحكي لنا كيف بتنظري لمستقبلك ولنظرتك المستقبلية في هذا المجال؟ أنا الحمد لله يعني أحلامي كبيرة وعندي قدرة أني أنا أحقق هاي الأحلام لما بمشي درجة درجة وخطوة خطوة. بطمح لقيت أني أنا أوسع هذا المجال أكثر، إن أنا بديت بمحل حابة لقيت أنه يصير عندي أشتغل للعروس، كيف أقدر أعملها، أزين لها الباقة، إكسسواراتها، لشعرها، حتى البروش اللي بحط العريس على جاكيته يكون زاوية متكاملة لما أنا بجهزها تكمل زاوية كاملة بتخص العروس مع العريس. لا ولقدام طبعا بطمح اني انا اصير انا اجهز الافراح نفسها كمان. نعم، كل التوفيق لك رنا توقان منسقة الورود. يسعد صباحك من جديد. صباح الورد. تسلم يا ربي، صباحك وصباح الجميع يا رب. مشاهدينا الكرام، الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الفقرة الصباحية. عودة الى الزملاء.